شيعت صباح اليوم جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي عن عمر يناهز 86 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمسجد بلال ابن رباح بمنطقة الصديق بمحافظة حولي بحضور أمير دولة الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الصباح ولفيف من أسرة الصباح ورجال الدولة بالكويت، حيث بدأت المراسم بوصول جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال ابن رباح. ووصل أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال ابن رباح، وذلك لأداء صلاة الجنازة على شقيقه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وظهر أمير الكويت الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وهو يتقدم صفوف المصليين لأداء صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما أدى صلاة الجنازة على جثمان سموه رحمه الله معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين. وحمل نعش أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على الأكتاف، وقد تم لف النعش بعلم الكويت في مراسم تقدمها خلفه شقيقه أمير دولة الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح البالغ من العمر 83 عاما. وخرج جثمان الفقيد ملفوفا بعلم الكويت من مسجد بلال ابن رباح بمنطقة الصديق بمحافظة حولي إلى السيارة التي تحمل ذات العلم متوجها إلى مسواه الأخير، ونقل تلفزيون دولة الكويت على الهواء مباشرة صلاة الجنازة من داخل المسجد بحضور لفيف من أسرة الصباح ورجال الدولة بالكويت. وتم نقل جثمان الفقيد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من داخل المسجد في موكب مهيب لاستكمال مراسم التشييع ودفن الجثمان. وتم نقل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مقبرة الصليبخات بشمال غرب العاصمة الكويتية حيث يوارى الثري، في حين اقتصرت المراسم على أفراد الأسرة الحاكمة، وجرت بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد بلال ابن رباح. وعقب انتهاء مراسم الدفن تلقى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح العزاء من أسرة الصباح ومن كافة المعزيين بمقر المقابر بعد دفن الجثمان. ونال مقطع فيديو لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أثناء مشاركته في تشييع جنازة شقيقه الأمير نواف الأحمد الصباح تداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل مستخدمو السوشيال ميديا مع مشهد تأثر أمير الكويت وبكائه خلال الجنازة التي اقتصر الحضور فيها على الأقارب فقط. وكان الديوان الأميري في دولة الكويت أعلن أن مراسم دفن جثمان الأمير ستقتصر على أقاربه فقط، على أن يتم تلقي التعازي يومي الاثنين والثلاثاء، فيما أعلن الحداث في الكويت وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما وتعطيل الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام. ولاحقا أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح سوف يتقبل وأسرة الصباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة الصباح. ولاحقا أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح سوف يتقبل وأسرة الصباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة الصباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحا.
وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وبالتزامن عين ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد إثر وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وأعلن التلفزيون الرسمي الكويتي أن مجلس الوزراء نادى بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت.